يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة كأس العالم وبداية وانطلاقة المونديال في قطر 2022. النهاردة أول مباراة ما بين قطر المستضيفة، هتقابل فريق الإكوادور اللي معاها في نفس المجموعة اللي بتضم هولندا وأيضا السنغال. نتمنى كل التوفيق للمنتخب القطري، ويمكن في هذه اللحظات طبعا حفل الافتتاح بشكل مبهر، والواحد بصراحة سعيد جدا 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 بالشكل والتنظيم وكل الجوانب اللي كانت بتتعلق بالترتيب لهذا اليوم من سنوات عديدة بالنسبة للشعب القطري، اللي بنتمنى لهم يا رب كل التوفيق سواء على صعيد اللعبة نفسها وكرة القدم والمباريات أو حتى على الصعيد التنظيمي. وأنا واثق ثقة كبيرة جدا جدا إن احنا هنشوف بطولة كاس عالم من ناحية تنظيمية مفيش أحسن من كده. ويمكن أنا كنت من المحظوظين اللي رحت قطر مع الأهلي في كاس العالم الأندية من سنتين أو سنتين إلا شهور بسيطة، يعني البطولة اللي فاز فيها النادي الأهلي بالبرونزية، وشفت قد إيه جاهزية قطر لاستضافة المونديال، شفت قد إيه البنية التحتية كانت أكثر من رائعة، الملاعب، كل شيء يتعلق باستضافة المونديال كانت جاهزة من قبل البطولة بسنتين ويمكن أكثر. فهو ده اللي احنا كنا متوسمين فيه خير بالنسبه للشعب القطري ولكل المسؤولين القائمين على يعني تنظيم بطوله كاس العالم. هنشوف حاجه مميزه جدا، نتمنى كمان تكون على الصعيد الفني من افضل البطولات في تاريخ المونديال، وده اللي احنا بنأمله. هنتمتع بشكل كبير جدا جدا بالمباريات المختلفه في كاس العالم، لكن في نفس الوقت الواحد بيحزن كالعاده ان مصر مش موجوده للاسف الشديد، حظنا سيء، ضربات الجزاء أقصت المنتخب من التأهل للمونديال. لما بتشوف حفل الافتتاح اللي شغال دلوقتي، بدايته كانت من حوالي نص ساعة فاتت، أو تشوف الفرق وهي بتجهز للمباريات النهاردة، التصوير أكثر من رائع، كل حاجة جميلة، فبتحس إن أنت يعني حظنا مفيش أسوأ من كده بصراحة. هو طبعا نصيب وقدر الله ما شاء فعل، ده أمر أكيد يعني، لكن في نفس الوقت أنا مستغرب بلد بحجم مصر وتاريخ مصر في كرة القدم بالبطولات العديدة، وإحنا أكبر منتخب في أفريقيا، التاريخ نفسه بيقول كده، نروح كأس عالم ثلاث مرات بس، حرام يعني، ظلم. لكن في كل الأحوال ده نصيبنا، ولازم نخطط إن إحنا دايما نبقى موجودين في كأس العالم، مش نشارك على فترات، وده اللي إحنا بنأمل إنه يحصل. لكن في كل الأحوال نتمنى إن شاء الله إن إحنا نشوف نسخة مميزة جدا من بطولة كأس العالم في قطر 2022 طبعا. وأكيد هنتكلم بتفاصيل أكتر بالتحديد عن حفل الافتتاح وما قبل انطلاق أول مباراة ما بين قطر والإكوادور اللي ميعادها الساعة 6 مساء. لكن بما اننا بنتكلم على كاس العالم، فبنتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه. سؤال الحلقه: في رايكم هل الاصابات المتكرره او الغيابات اللي بقت موجوده في صفوف منتخب او مختلف المنتخبات في كاس العالم بالتحديد بعد اصابه كريم بنزيما بالامس واستبعاده، هل ده ممكن ياثر على المنتخبات دي او منتخب بعينه يكون اكثر تاثرا بغياب بعض نجومه؟ هناخد تفاعلكم معانا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد. لكن البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند المونديال اليوم: انطلاق كأس العالم قطر 2022، وكمان الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر حفل افتتاح كأس العالم، وأخيرا الكرة الرسمية للمونديال صناعة مصرية. طيب ماتشات اليوم مفيش أهم، أو يعني مفيش ماتشات أخرى هتكون أهم من مباراة أو المباراة الافتتاحية للمونديال ما بين قطر والإكوادور، هي دي المباراة الوحيدة النهاردة أعتقد في جميع أنحاء العالم، لأن طبعا المسابقات كلها متوقفة بسبب المونديال. فالمباراة هتكون الساعة 6 في استاد البيت، استاد اللي هيستضيف المباراة الافتتاحية ما بين قطر والإكوادور الساعة 6. كل التوفيق والدعوات للمنتخب القطري إن هو يحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة رغم صعوبتها، ده أمر مؤكد. منتخب الإكوادوري مش منتخب سهل خالص، بالعكس منتخب قوي جدا، منتخب قدر إن هو يتأهل على حساب كولومبيا وأسماء كبيرة جدا في أمريكا الجنوبية. لكن في كل الأحوال المباراة هتكون صعبة، وتقريبا في التاريخ كله مفيش اي منتخب استضاف او اي بلد استضافت البطوله وخسرت في المباراه الافتتاحيه، ما حصلتش في تاريخ المونديال.
نتمنى ان يعني الامر برضو يتكرر النهارده والمنتخب القطري ما يتعرضش للهزيمه وليه ما يكسبش، لان هم جاهزين برضو رغم صعوبه المنافسه وصعوبه المنتخب الاكوادوري. واكيد هنتابع المباراه، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق بالنسبه للشقيق القطري الفريق او المنتخب العنابي. عندنا تفاصيل كتير جدا وكواليس مهمه هنتكلم بالتحديد بخصوص المونديال، وكمان هنطمن كل جماهير النادي الاهلي على اخر الاخبار تتعلق بالنادي بشكل عام في مختلف الملفات المهمه داخل القرعه الحمراء بعد فاصل. استنونا. يعني فيديوهات كتيرة جدا قبل كأس العالم، يعني مختلف المواقع العالمية بتعملها بخصوص النجوم وأبرز النجوم المشاركة من مختلف المنتخبات، وأكيد كأس العالم ده بيفتقد نجم كبير زي محمد صلاح، ده أمر مؤكد. بيفتقد واحد زي هالاند طبعا نجم مانشستر سيتي، بيفتقد بنزيما بعد إصابته امبارح، ده أمر برضو للأسف يعني حزين جدا جدا بالنسبة للشعب الفرنسي ومحبي المنتخب الفرنسي. يعني بعض الغيابات المؤثرة، ساديو ماني اكيد كاس العالم بيفتقده برضه. انا هتكلم على الغيابات بالتحديد، بس لازم اتكلم على الافتتاح. ايه الحلاوه ده؟ ايه الابهار ده؟ ايه الابهار الكبير جدا ده والتنظيم والشكل والافتتاح نفسه والحفله نفسها حلوه. اهم شيء بالنسبه لي، اهم شيء بصراحه لازم اقف عنده واركز عليه بشكل كبير جدا، هو اعتزاز قطر بالعروبه واعتزاز قطر بديننا الاسلامي والاهتمام بالجزئيه دي، وبدايه حفل الافتتاح من خلال تلاوة آيات من القرآن الكريم من خلال طبعا سفير النوايا الحسنة القطري غانم المفتاح، وكان كمان معاه مورجان فريمان طبعا الفنان العالمي الكبير جدا. فانك تبقى مهتم بحاجة زي كده وتبقى دايما دايما بتحاول ان انت تصدر عاداتك وتقاليدك ودينك الإسلامي وأيضا كل شيء كل شيء يتعلق بالعرب بشكل كامل والثقافة العربية وكل حاجة، إن يا جماعة هم اللي جايين لنا، هم اللي جايين منطقتنا، هم اللي في ملعبنا، إحنا العرب، إحنا بنعتز بالعروبة بتاعتنا، بنعتز بديننا الإسلامي، ولازم هم يحترموا كده بشكل كبير جدا جدا. وأنا عاجبني قوة شخصية قطر في الجزئية اللي زي دي، التعامل مع الموضوع. أحاديث نبوية شريفة موجودة في مختلف الأماكن هناك في قطر، بداية حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، حاجات إيجابية بشكل كبير جدا. وإنك دايما بتقول يا جماعة دي عاداتي ودي تقاليدي وإنتوا عليكم إن إنتوا تحترموها، وده كمان ديني وده الزي الرسمي بتاعي، وكل حتى التميمة هو الزي القطري المعروف والزي العربي اللي يعتبر في أغلب الدول العربية في الخليج بالتحديد يعني. فحاجة أكثر من رائعة، مشاهد من الاحتفال وصور مميزة جدا أكيد حضراتكم بتشوفوها دلوقتي، والاحتفال بصراحة معمول بشكل أكثر من رائع. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم، حيث كان في استقباله الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وده بعد الدعوة طبعا اللي وجهت لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الحبيبة. وأكيد حضور يزيد يعني كأس العالم ويزيد الافتتاح شرف بتواجد رئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي لقطات طبعا من التجهيزات وكل الأمور تتعلق ما قبل ساعات قليلة جدا من افتتاح كأس العالم، وادي طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان طبعا في استقباله الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر. لقطات حضراتكم بتشوفوها دلوقتي معانا على الهواء مباشرة. طبعا هو الاستقبال ده كان من شوية، لكن احنا بنعرض لحضراتكم هذه اللقطات وحاجة إيجابية لأبعد درجة يعني. أكيد نتمنى كل التوفيق لدولة قطر الشقيقة في نجاح يكون باهر وبدايته واضحة جدا بإذن الله لمونديال ونسخة استثنائية لأول مرة في المنطقة العربية، نسخة كأس العالم 2022 في قطر. إن شاء الله يكونوا موفقين على كل الأصعدة سواء الصعيد التنظيمي أو حتى الصعيد الفني. لكن أسوأ حاجة لو بنتكلم على الصعيد الفني الغيابات الكبيرة والكتيرة والنجوم البارزة اللي هتجيب على كأس العالم لأسباب مختلفة. البعض ما قدرش إن هو ينجح مع منتخب بلاده إنه يتأهل، وأبرزهم طبعا نجمنا العالمي محمد صلاح، سوء التوفيق، ضربات الجزاء مع السنغال، كلام من ده. والبعض الآخر رغم تأهل منتخبه تمام، لكن الإصابة حرمته من المشاركة في المونديال. فخلينا أتكلم مع حضراتكم عن الأسماء البارزة جدا اللي بتغيب عن كأس العالم في قطر 2022. نبتدي بفواز القرني
من المنتخب السعودي غياب مؤثر. كيمبيمبي طبعا مدافع المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان برضو من الغيابات المؤثره. يوتا ناكاياما اللي هو اللاعب الخاص بالمنتخب الياباني. بول بوجبا منتخب فرنسا اللي فاز ببطوله كاس العالم في 2018 في روسيا مع المنتخب الفرنسي. كريستوفر انكونكو طبعا احد ابرز المواهب في فرنسا، مهاجم فريق لايبزيج اعتقد في المانيا، واحد من اللعيبه الممتازه جدا في المنتخب الفرنسي، غياب برضو مؤثر. كريم بنزيما ده الغياب الاخير اللي حصل امبارح، وصدمه كبيره جدا للشارع الرياضي في فرنسا بعد اصابه كريم بنزيما افضل لاعب في العالم، واول مره من فتره كبيره جدا افضل لاعب في العالم ما يشاركش في بطوله كاس العالم، وده حدث في حد ذاته. بنزيما الواحد متعاطف معاه شويه لان احنا عارفين ان هو النسخه اللي فاتت ما شاركش بسبب طبعا الازمه والقضيه الكبيره اللي كانت معروفه مع بالبوينا طبعا نجم المنتخب الفرنسي السابق واللي لعب في مارسيليا في بعض الفترات ومختلف الانديه يعني، فبالتالي ما كانش تم استدعائه في كاس العالم النسخه اللي فاتت اللي فازت بيها فرنسا، فبالتالي كان عنده دوافع كبيره جدا ان هو يحاول يعني ياخد بطوله كاس العالم السنه دي بقى عشان تبقى مع البالون دور ومع بطولاته مع ريال مدريد الكثيفه جدا. فحظه للاسف كان سيء للغايه، كريم بنزيما اصابه على فكره مش اصابه او مش انتكاسه حصلت في الاصابه اللي كانت عنده من كام يوم، لا هو شارك في التدريب ربع ساعه تقريبا او اكتر شويه وجات له اصابه عضليه جديده خالص مش مكان الاصابه القديمه، فبالتالي يعني عملوا كل المحاولات عشان حتى يلحق بدايه المباراه الثالثه مثلا في المجموعه، لكن المحاولات كلها كانت فاشله وبنزيما غاب بشكل رسمي وتم استبعاده. الغريب في الامر بالنسبه لي ان فرنسا او ديديا ديشامب طبعا المدير الفني للمنتخب الفرنسي ما استدعاش لاعب مكان كريم بنزيما واللائحه كانت تحق له كده يعني، فمستغرب شويه من الجزئيه اللي زي دي، لكن هو قدر اكيد وده راجل خد كاس العالم مع فرنسا يعني مدرب كبير في كل الاحوال يعني. من ضمن كمان الغيابات في فرنسا انجولو كانتي برضو مكوك خط الوسط ونجم تشيلسي الانجليزي واللي خد كاس العالم من 4 سنين مع فرنسا. ابو بكر كامارا برضو بيغيب عن المنتخب الفرنسي، غيابات في المنتخب الفرنسي اعتقد هتكون مؤثره جدا، المنتخب الفرنسي منتخبات اللي عندها عناصر كبيره جدا ومميزه من اللاعبين، لكن اعتقد الغيابات دي هتكون مؤثره ان هو مش غياب ولا اتنين، لا ده واصلين لحوالي 5 6 غيابات يعني، فالموضوع صعب. 6 غيابات بالظبط. تعال عند المنتخب الالماني، فعندهم تيمو فيرنر طبعا مهاجم بتاع تشيلسي واللاعب لايبزيج دلوقتي بيغيب مش هيكون موجود. ريس جيمس طبعا نجم تشيلسي والمنتخب الانجليزي برده مش موجود. ديجو جوتا من البرتغال، بيدرو نيتو الاثنين برده مش موجودين، جوتا طبعا نجم ليفربول، نيتو نجم ويلفرهامبتون الانجليزي. ارتور طبعا النجم البرازيلي لعب ليفربول ما لعبش مع ليفربول تقريبا غير دقائق قليله قوي يعني. سكوت كينيدي لاعب كندا. خيسوس تيكا تيتو اللي هو لاعب المنتخب المكسيكي، المنتخب المكسيكي على فكره فرصه مش كبيره يعني في المونديال او في حتى تخطي الدور الاول يعني. بن تشيلويل برده من النجوم البارزه جدا جدا في تشيلسي والاصابات متكرره بالنسبه له الفتره الاخيره وكان منهم اصابه الرباط الصليبي، رجع وبعد كده جاله اصابه اخرى هتبقى بعدته بشكل رسمي عن كاس العالم، بس المنتخب الانجليزي اكيد مرشح بقوه لان القائمه مميزه جدا مع ساوث جيت، رغم ان ممكن ناس كتير تختلف على امكانيات ساوث جيت نفسه من الجانب الفني، لكن هو معاه قائمه محترمه من اللاعبين بصراحه. وانا بشوف ان انجلترا من فترات كبيره قوي قوي ما عندهاش قائمه مميزه زي القائمه الموجوده دلوقتي يعني، فانا اعتقد ان انجلترا ممكن تنافس على كاس العالم مش صعب يعني. جيوفاني لوسيلسو اللي هو لاعب الارجنتين. ماركو رويس طبعا نجم بورسيا دورتموند والمنتخب الالماني. ساديو ماني نجم ليفربول السابق وبايرن الحالي ونجم المنتخب السنغالي، وانا متاكد ان غياب ساديو ماني هياثر نفسيا بشكل كبير جدا على المنتخب السنغالي، ومنتخب السنغالي لازم يركز وينسى الاصابه دي لان برضه عندهم عناصر مميزه بصراحه في مختلف الخطوط بدايه من حراسه المرمى لغايه خط الهجوم، بس تواجد ساديو ماني في حد ذاته كان هيبقى اضافه مع بعدها اضافه للمنتخب السنغالي طبعا، وهو اهم لاعب في المنتخب السنغالي، لكن غيابه برضه اكيد هيكون مؤثر يعني. امين حارس اللي هو اللاعب المغربي واللي اتصاب في اخر مباراه قبل كاس العالم قبل ما انضم للمعسكر على طول المنتخب المغربي، اصابه قويه في الركبه فغاب عن البطوله. خوسيه جايا طبعا نجم المنتخب الاسباني ايضا بيغيب. يعني الغيابات وده سؤال حلقتنا النهارده ومستنيين تفاعل حضراتكم معانا، هل الغيابات ممكن تاثر على منتخب من المنتخبات دي اللي بيغيب عنها نجومهم ولا لا؟ وهل ممكن تاثر على البطوله من المستوى الفني برضو بشكل عام؟ اتمنى ان ده ما يحصلش لان اكيد هتبقى فرص كبيره لعدد كبير جدا من اللاعبين في مختلف المنتخبات ان هم يعني ادوا كاس عالم مميز، واكيد
الجمهور او الجماهير اللي مش هيكون منتخبها موجود في كاس العالم زي حالتنا كده، يعني ما في من غير اي ضغوط من غير اي حاجه، حتى لو احنا بنروح مش بنفس على كاس العالم يعني، لكن في كل الاحوال هتتفرج عشان تتمتع بالبطوله نفسها مختلف المباريات الكبيره. انا بالنسبه لي احلى بطوله حصلت في تاريخ كاس العالم هي 98 في فرنسا، دي احلى بطوله باحلى الاهداف باحلى المباريات بكل حاجه يعني. اتمنى نشوف نسخه مميزه جدا على الصعيد الفني والتنظيمي طبعا في هذه النسخه قطر 2022. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. عجباني اول فيديوهات اللي فيها ابتكار عالي جدا بصراحه، اللي هي بتتعلق باللعيبه اللي بتشارك في كاس العالم والمواقف الحاليه ليهم مع الانديه والمواقف الخاصه بكل منتخب. منتخب انجليزي مثلا عنده ما شاء الله باك رايتس كتير جدا مميزين كلهم حاجه جامده يعني، الراجل ساوث جيت هيحتار مين اللي يلعب، بس ناحيه الشمال ما فيش حد خالص يعني، فالموضوع صعب بالنسبه لهم شويه. بس في حاجه مهمه لازم نقف عندها بصراحه ونفتخر بيها جدا كمصريين، يعني حاجه كمصريين لازم نفتخر بيها جدا. كرة كأس العالم الحالية أو اللي هو هيتلعب بيها في كأس العالم قطر 2022 هي كرة الرحلة، صناعة مصرية خالصة، صناعة مصرية، صنع في مصر. الكرة طبعا اللي هي الشركة من الشركات الألمانية الشهيرة اللي دايما بتبقى يعني هي الراعي لكرات كأس العالم يعني، صناعة مصرية في حدث مهم جدا بالنسبة لنا وحاجة يجب أن نفتخر بيها بشكل كبير جدا، وحاجة نقدر نبني عليها، وإن شاء الله بإذن الله يكون عندنا حاجات كتير جدا في الجانب المعنوي اللي زي ده. احنا في تطور يا جماعة دائم في مختلف المجالات داخل جمهورية مصر الحبيبة، وحاجة بصراحة احنا مبسوطين منها للغاية، لكن دايما جزئية زي دي تدينا معنويات والله العظيم برضو في السماء. ان كرة كاس العالم اهم بطولة في تاريخ الكورة تمام بتتلعب بصناعة مصرية، اذا احنا عندنا الامكانيات عندنا القدرات البشرية كمان في صناعة جيدة جدا جدا للكرة، كرة الرحلة اللي هيتلعب بيها بطولة كأس العالم في قطر 2022، فدي جزئية مهمة. طيب عندنا ترند المونديال، أكيد في أخبار كتيرة جدا هنشوفه من خلال ترند المونديال أو هنشوفها من خلال ترند المونديال، يلا بينا. ترند المونديال، تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي على السوشيال ميديا بالتحديد قبل يعني نص ساعة من انطلاق أول مباراة ما بين قطر والإكوادور في كأس العالم 2022 في قطر. طريق الى 2022 حسابهم الرسمي على تويتر استاد البيت بانتظاركم الليله لتشجيع العنابي، العنابي طبعا لقب المنتخب القطري واستاد خلاص ممتلئ عن اخره 60,000 يعني، هو استاد ساعته 60,000 متفرج تقريبا 60,000 موجودين في كمان حضور بعض الشخصيات الهامه والبارزه بكل تاكيد في انتظار ان احنا نشوف مباريات قويه في كاس العالم باذن الله تعالى، واحنا اكيد عندنا نوع من انواع الحسره على غياب منتخبنا، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل، خلينا نفكر في المستقبل باذن الله تعالى. المصري الرياضي افتتاحيه كاس العالم 2022 بايات من القران الكريم، وده فعلا اللي شفناه النهارده بصوت سفير النوايا الحسنه القطري جانب المفتاح، وكانت لقطات اكثر من رائعه وحاجه مميزه جدا انك تبتدي لاول مره في التاريخ بطولات كاس العالم انك تبتدي في الافتتاح بايات من القران الكريم، وحاجه بصراحه احنا مبسوطين منها كلنا اكيد كشعب عربي ويعني واسلامي وكل شيء. طيب خلينا نروح ليلا كوره وحسابهم على تويتر قبل انطلاق المونديال، لم يخسر اي مستضيف لكاس العالم، وده اللي كنت بتكلم فيه مع حضراتكم، المباراه الافتتاحيه للبطوله عبر التاريخ. هل يكمل العنابي هذه النسخ او هذه السلسله الخاليه من الهزائم؟ نتمنى طبعا كده، ان شاء الله منتخب قطر يقدر يحقق نتيجه ايجابيه النهارده، لو ما كسبش حتى ما يخسرش، ده اهم شيء في افتتاح البطوله عشان يكون لسه عنده امال رغم صعوبه مواجهات طبعا هولندا والسنغال اللي هم مع قطر في المجموعه بجانب الاكوادور، مواجهات طبعا صعبه للغايه، لكن في كل الاحوال نامل ان يحصل يعني اداء جيد ونتائج ايجابيه بالنسبه للمنتخب القطري. تعال نروح لحساب يلا كوره وتصريحات للوفرين، طبعا فاكرينه كلنا زميل محمد صلاح في ليفربول لحد من سنتين فاتوا قبل ما يمشي من ليفربول، وهو من اقرب الاصدقاء لمحمد صلاح نجمنا العالمي، واللي بيتكلم على ان طبعا بنسبه 100% صلاح هيغار مني لاني في كاس العالم، ولو كنت مكانه كنت ساغار كمان منه، يعني هيبقى في غيره كده، انت موجود في كاس العالم وانا لا. لكن في نفس الوقت وقال تصريحات اخرى يعني بتنم على مدى قوه العلاقه ما بينه وما بين محمد صلاح. قال لك صلاح قال لي ان هيشجعني من الجيد ان انا اسمع كده، لاكون صريحا انا حزين لانه لم يتاهل، دي تصريحات لوفرين. قال لك كمان كان صلاح قريبا جدا من التاهل لكن للاسف نعم ماني كان افضل، والله ما كانش افضل حاجه لوفرين، هي ضربات الجزاء الترجيحيه.
ومنتخبه كان متكامل بشكل اكبر يعني في كل الاحوال الظروف اللي حصلت والليزر ومش الليزر ماشي. وكشف كمان لوفرين قال لك ان صلاح بلغه يعني انه هيجي بقطر او هيجي قطر بعلم علم كرواتيا. طبعا هو مدافع المنتخب الكرواتي اللي تاهل لنهائي كاس العالم النسخه الماضيه وخسر طبعا في النهائي امام فرنسا. طب سؤاله عن امكانيه تكرار انجاز التاهل لنهائي المونديال قال احنا عندنا كل ما نحتاجه علينا ان نظهر ذلك في الملعب. انا احب ذلك المزيج من القدامى المحاربين والاسود الصغيره قصده يعني على التشكيله بتاعه منتخب كرواتيا ويجب على الجميع ان يقدموا افضل ما لديهم. واصل قال عندما تثق بنفسك كل شيء ممكن. قبل 4 سنوات كنا قريبين جدا فلماذا لا يعني لماذا لا نفعل ذلك مره اخرى. كل شيء ممكن في كره القدم عليك فقط ان تصدق. واختتم لوبرين تصريحاته شرف عظيم لي ان اكون هنا اذا اخبرني احدهم عندما كنت طفلا انني ساشارك في 3 بطولات عالم فلم اكن ساصدقهم. هو لوبرين مدافع كويس بس مش من المدافعين الكبار في الحقيقه، لكن في كل الاحوال بيشارك في كاس العالم لثالث مره فدي حاجه اكيد لازم يفتخر بيها يعني في كل الاحوال. طيب خلينا نروح لخبر اخر من المونديال ونبتدي بكوره او نكمل بكوره 11 وحسابه على تويتر بيقول لك او بينقلوا تصريحات كريم بنزيما قال لك يجب ان افكر في المنتخب ويعني كتب رساله عاطفيه كده بعد الاصابه القويه اللي جات له امبارح في التدريبات الخاصه بالمنتخب الفرنسي وقال كان لازم افكر في المنتخب اكتر ما افكر في نفسي لعل يعني يستدعي ديدييه ديشامب لاعب اخر يقدر يضيف للمنتخب بعد ما غبت واكيد هو يعني زعلان جدا من الغياب ده. لكن تعالى نتكلم كده عن قائمه المنتخب الفرنسي بالتحديد في الخط الامامي يعني قبل الاصابات خط هجوم منتخب فرنسا كان كريم بنزيما جريزمان جيرو كليان امبابي تمام عثمان ديمبلي وكريستوفر انكونكو وكينجسلي كومان. اتصاب انكونكو الاول بعد تدخل كامافينجا طبعا في التدريبات فاتصاب وتم استبعاده فتم استدعاء مين كولو مواني اللي هو مهاجم انتراكت فرانكفورت الالماني فجابوه الراجل عوض انكونكو. اتصاب كريم بنزيما امبارح في خط الهجوم بتكلم بقى مثلا هنا على مركز 9 يعني كريم بنزيما اتصاب ديدييه ديشامب يعني قرر ان هو ما يستدعيش حد خالص. فهنا اما هتيجي تتكلم مين اللي هيلعب مكان كريم بنزيما فعندك جيرو اللي ماشي جيرو طبعا اللي ماشي مع ميلان بشكل مميز جدا لاعب ارسنال وتشيلسي السابق وكيليان امبابي طبعا بيلعب في المكان ده وانطوان جريزمان كمان بيلعب في المكان ده بخلاف كولو مواني اللي تم استدعاءه. ففي 4 خيارات ممكن يكون ده السبب اللي خلى ديدييه ديشامب ما يستدعيش حد تاني مكان كريم بنزيما يعني. لكن في كل الاحوال خلينا نشوف. اعتقادي ان عثمان ديمبلي هيبقى جناح ايمن وكينجسلي كومان جناح ايسر وربما كمان جريزمان يلعب كجناح ايمن مكان عثمان ديمبلي ويبقى ورقه رابحه عثمان ديمبلي. ده طبعا حسب رؤيه ديدييه ديشامب طبعا المدير الفني الفرنسي اللي خد كاس العالم سواء كلاعب او حتى كمدرب مع المنتخب الفرنسي. طيب نروح لخبر اخر من المونديال وناخد في الجول ورغم اصابه بنزيما ديشامب اكد عدم استدعاء لاعب جديد لقائمه فرنسا بكاس العالم وده اللي احنا اتكلمنا فيه بشكل تفصيلي. نروح كمان لحساب اليوم السابع على تويتر المانيا تتصدر القائمه اللاعبون الاكثر مشاركه في تاريخ كاس العالم. خلينا نقرا كده اسمائهم وزي ما حضراتكم شايفينهم كده على الشاشه ممكن الاسماء مش معايا هنا لكن هحاول. لوسر ماتيوس 25 مباراه طبعا ميروسلاف كلوز طبعا احد اللاعبين اللي جابوا اهداف هو الهدف التاريخي لكاس العالم بالمناسبه. باولو مالديني من ايطاليا احنا اتكلمنا 2 في المانيا 1 من ايطاليا. دييجو مارادونا طبعا اسطوره الكره في العالم من الارجنتين. سيلر من المانيا. زمودا صح من بولندا 21 مباراه. كافو طبعا نجم يعني برازيل ونجم ميلان السابق الباك رايت العالمي شارك 20 مباراه. فيليب لام 20 طبعا مدافع المانيا. شفاينشتايجر طبعا نجم وسط المانيا برضو. وخافير ماسكرانو طبعا مدافع الارجنتين 20 مباراه لكن اكتر واحد هو ماتيوس 25 مباراه من المانيا بعديه ميروسلاف كلوزا 24 مباراه. عدد كبير قوي يعني عدد كبير قوي من المباريات اللي لعبوهم الناس دي في كاس العالم. احنا يا عيني توتال ماتشاتنا كلنا في كاس العالم 9 ماتشات بس الاهم ان الكره بتاعتنا اللي هيلعبوا بيها السنه دي. يلا معلش خلينا نروح في الجول. لو حد عندنا في منتخب مصر جاب جول في كاس العالم قاعد عايش عليه سنين يعني. في الجول قال لك ايه وكاله فرانس بريس لوكاكو لن يلعب مع بلجيكا في اول ماتشين بلجيكا اللي احنا كسبناها 2-1
اول ماتشين بدور المجموعات على الاقل بسبب عدم تعافيه من اصابه اوتار الركبه، وعنده اصابه في الركبه وما كانش لعب الماتش الودي الاخير لبلجيكا قدام مصر، لكن في امال كبيره جدا انه يلحق المباراه الثالثه في المجموعه مع بلجيكا اللي طبعا فيها المنتخب المغربي، مين تاني مش متذكر، لكن في كل الاحوال لوكاكو عنصر قوي جدا ومهم لاعب الانتر مع بلجيكا. بالمناسبه يا جماعه، مع الشيء بالشيء يذكر، يعني للاسف الشديد يعني احنا الحمد لله كسبنا بلجيكا ماتش ممتاز قوي وعملنا اداء جيد جدا. ليه البعض من المحللين اللي يعتبر يعني المفروض يتقال عليهم محللين، بس انا بشوف ان ارائهم بصراحه هي اراء مجرد ان انا امشي في سكه عكس اللي الناس كلها ماشيه فيها عشان يتقال الحق بص انا قلت ايه انا مختلف اهو ويبقى اسمي ترند، فتلاقي تهبيط كده تهبط المعنويات عند المصريين بعد فوز كبير على فريق مصنف او منتخب مصنف رقم 2 على العالم. يقول لك يا عم ده مش عارف بلجيكا ده فريق تعبان، ده اللعيبه بتاعتنا مش عارف ايه على قدها، ده هم كانوا بيلعبوا على قد الماتش. ليه بنقلل من نفسنا يعني؟ ليه بنقلل من نفسنا؟ انت منتخب بتاريخ كبير بامكانيات مميزه، والله هو سوء الحظ بالنسبه لنا وسوء الاداره بشكل واضح جدا من اتحاد الكره المصري، مختلف مجالس الادارات واللجان اللي جت، يعني عدم استقرار اداري وعدم استقرار فني ادى في الاخر ان احنا ما نحققش ايه احلام المصريين ان احنا حتى نوصل كاس العالم. لكن ما تقللش انت بعد اذنك وتعمل فيها يعني الجامد قوي وتقلل من انتصار مهم جدا لمنتخب مصر في مباراه وديه، ترجع الثقه لينا كجمهور وترجع الثقه للاعيبه وللجهاز الفني وكلام من ده عشان لمجرد انك عايز تبقى يعني مختلف. يعني حاجه غريبه والله، الحاجات اللي زي دي والاراء اللي زي دي هتشوه عقول اجيال طالعه وازاي ان هم يكونوا افكارهم عن كره القدم، والله العظيم بجد. يعني تعالوا نروح لخبر اخر من كوره ليفل وحسابه على تويتر اليو سي سي طبعا المدير الفني للسنغال اللي تاهلت على حساب مصر للاسف الشديد. محظوظ لقياده منتخب بلدي في المونديال ونمتلك اسلوب لعب نحاول من خلاله الحفاظ على هويتنا، نتمنى لهم التوفيق. منتخب افريقي طبعا نتمنى له التوفيق، لكن في كل الاحوال انا متاكد ما اتمناش ده يحصل، بس انا متاكد ان غياب ساديو ماني هياثر فنيا ونفسيا على منتخب السنغال. يعني ده كان ترند المونديال. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نيجي نرجع بقى نتكلم على اخر اخبار النادي الاهلي والامور ماشيه ازاي داخل القلعه الحمراء خلال الفتره الحاليه. استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نروح لترند الاهلي ونشوف اخر الاخبار ونعلق عليها، ونبتدي بحساب اليوم السابع على تويتر واللي بيتكلم على ان الاهلي يدرس الاستعانه بمحمد عبد المنعم امام المقاولون بواقي الوجه. واحنا شايفين الصوره زي ما حضراتكم كده شايفينها على الشاشه، خلاص واقي الوجه كان وصل بقاله 3 ايام تقريبا او اكتر ويتمرن بيه محمد عبد المنعم، او مش بيشترك في كل التدريبات الجماعيه بتاعت او كل فقرات الخاصه بالتدريبات الجماعيه، لكن بيتم تجهيزه ونسب لحق مباراه المقاولون بتتزايد بشكل كبير جدا، لكن يبقى التقييم النهائي من خلال الجهاز الطبي وايضا الجهاز الفني النادي الاهلي بقياده مارسيل كولر. طيب حساب بطولات وبيتكلموا من خلال حسابه على تويتر، قال لك مصدر في الاهلي قال لهم يعني ان ايمن اشرف هيغيب عن الفريق لمده تتراوح بين الشهرين والشهرين ونص بعد خضوعه لعمليه في تنظيف في الركبه، وده احنا قلنا لحضراتكم يعني الكلام ده بقالنا من الاسبوع اللي فات، يعني ده فعلا اقرب بالنسبه لايمن اشرف، وما فيش اي اعلان رسمي حتى الان بخصوص مده غياب ايمن، لكن هو مش متاح بالنسبه للفريق خلال الفتره اللي جايه بسبب الركبه والالام الموجوده، ويمكن هو كان سافر طبعا للنمسا وتعرض على الخبير النمساوي اللي بيتعامل معاه دايما النادي الاهلي، ولسه في انتظار التقييم النهائي والتقرير النهائي خاص بحاله ايمن اشرف، لكن طبعا ده خبر صحيح بنسبه كبيره جدا. الوطن سبورت وبيتكلموا على ان كولر يصعد لاعب من فريق الشباب بعد الاصابات التي ضربت الاهلي مؤخرا. مين هو اللاعب ده؟ وانا لو انتم متابعينا بشكل كويس كان في لقطه من اللقطات كنا بنعرضها الاسبوع اللي فات لتدريبات النادي الاهلي من خلال حلقه الترند يعني. فظهر اللاعب اللي على الشاشه قدامكم ده والصوره اللي انتم شايفينها دي احمد اشرف. قلت لكم ايه؟ قلت لكم ده يعني انتظروا الاسم ده بشكل كبير جدا، لان احمد اشرف من اللعيبه اللي في وسط الملعب الممتازين، انا اتفرجت عليه كتير في قطاع الناشئين من هو صغير. فلعيب موهوب في نص الملعب، وبالمناسبه فتره من فترات على ما اتذكر جاله رباط صليبي عطله شويه، لكن لعيب واضح ان كولر مهتم بيه لانه موجود في التدريبات. هتقولي اصل ما كانش فيه دوليين وكلام من ده، لا مش بغض النظر عن غياب الدوليين، لكن هو لعيب بروميسنج جدا وواعد للغايه بالنسبه للنادي الاهلي يعني. فاحمد اشرف من المواهب اللي مهتم جدا بيها كولر،
واكيد نتمنى ان هو ان شاء الله يتالق خلال الفتره اللي جايه. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل اخر فقرات الحلقه النهارده. استنونا. سؤال الحلقه النهارده كان مين المنتخب اللي ممكن يتاثر بالغيابات او الاصابات اللي كانت قبل انطلاق بطوله كاس العالم؟ فنشوف تفاعل حضراتكم معانا. عفت جادر قال لك الفريق الجماعي لن او فرق الجماعيه لن تتاثر كثيرا، لكن في او فريق النجم الواحد مثل السنغال سيتاثر اكثر، بس السنغال مش فريق النجم الواحد، يعني هو ابرز نجم طبعا ساديو ماني، بس في نجوم تانية كتير. أشرف يوسف قال مساء الخير عليك يا كابتن أمير، مساء الفل عليك يا أشرف. أتوقع منتخب السنغال هو أكثر المنتخبات التي ستتأثر بغياب ساديو ماني عن كأس العالم، ولكن أنا أعتبر منتخب السنغال منتخب محترف وما يتخافش عليه. دي وجهة نظر أخرى خاصة بالمنتخب السنغالي برضه، يمكن هو الغياب الأبرز بالنسبة لكأس العالم هو ساديو ماني عن السنغال، وأيضا كريم بنزيما بالأمس عن فرنسا. ده كان تفاعل حضراتكم، دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.